شو جابوا التلازم من هذا الدور مع اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه وبالضبط من اقليم المدينه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، بعد لايفات شوف تيفي واللي تابعتم معنا الراعي الغنم اللي اعتدى على قاصر في عمرها 13 سنه واللي اختطفها واللي تم اغتصابها، وكذلك مازال كيمارس لها لحد الساعه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كما شفتوا في التصريح ديال الوالد ديالها، الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وفروعها بجهة فاس مكناس والرباط قنيطرة سلا تحضر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي في قافلة تضامنية مع هذه الفتاة ومع هذه الطفلة رشيدة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، رجالا ونساء حاضرين اليوم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي هنا بتراب قيادة عين عرمة للتضامن مع هذه الطفلة بعد هذه الواقعة اللي وقعت لها. على المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، رجال ونساء أعضاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ويحضر معنا المكتب الجهوي لجهة فاس مكناس وكذلك المكتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة لحاضرين اليوم لمؤازرة هذه الطفلة بعد ما تم الاعتداء عليها من طرف راعي غنم وحكم بسنتين سجنا وأربعون ألف درهم تعويض ولا زال حرا طليقا لحد هذه الساعة. معنا السيد الزعيم محمد اللي غيقدم لنا توضيحات حول هذا القافلة التضامنية اللي جات التي تصادف 8 مارس عيد المرأة، اليوم العالمي للمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا فرحانين جد سعيدين بهذا اليوم، واحد الذكرى ديال عيد المرأة، واليوم كنشكروا النساء الحاضرة معنا في هذه القافلة التضامنية اللي حنا كنضموا مع هاد الضحيه رشيده اللي تعرضت لهذا الاعتداء، هذا الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز، بان جميع المسائل خصها تذكر في هذه المسائل هذه، بان المعني بالامر الجاني دخل عند السيده وحط لها الجروي عند الكرش ديالها وكيقول لها تزيدي معايا ومخرجها في الليل مع 8 ديال الليل. والديه ما كاينش مع الكسيبه ديالهم، كتعرفوا بان هي الوحيده اللي هي واحد الاخ ما كاينش اللي غادي يقعد مع الام والاب معاهم في الكسيبه، وشدها وتكرفص عليها قدام الاعيون ديال شحال في عمرها؟ في العمر ديالها 13 سنه، 13 سنه في العمر ديالها، والوقت اللي دخل على ديك السيده دخلها قدام امه قدام اخته الاخوان ديالو العائله ديالو، ودخلها للبيت بحال اللي جايب عروسه. راه عيب وعار، وحنا في دوله الحق والقانون. حنا كنناشدوا جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده يا صاحب الجلاله. كتشوف هاد البنت هادي اللي 13 سنة وضحكوا عليها، وفي التالي الأم ما قاريهاش، الأب ما قاريش، الإخوان ما قارينش، وجاو وكيقولوا بأن غيدير لها الخطوبة. كيف يعقل البنت مولا 13 سنة؟ واش البنت مولا 13 سنة غادي تخطب؟ هادي مازال خص اللي يربيها، هادي خصها تقرا، وهو السبب ديال المدرسة باش يحبسوها. هو ضيع لها الأجيال ديالها ديال المدرسة باش ما تقراش، جا اغتصبها، دار الاحتجاز ولا حاطها على يده، كيقعد شهر شهرين فوق ما كتقول له، يقول له العقل ديال راسو يجي يدق عليها ويخرجها من الدار ويديها وما كيتحاكمو. وقالت لك وكيجي عندي، قالت لك جات عندي الاخت ديالو وقالت لي ما تجيش للمحكمه، قالت قدراتني بالتصرفيقه وردتني باب المحكمه، لا هي ولا الاخ ديالو. وحنا في دوله الحق والقانون، رحنا ماشي في فيرما ورحنا في غابه، ومازال كيمارس عليها فوق ما كتقول الشهوه ديالو شي حاجه يمشي لديك البنت يديها. الاب ديالو ملي هضرنا معاه قال لك اخويا انا هذاك السيد تكرفص عليا، ضيع لي ما خلاليش الراه هذا، بان ما بقات وليت انا ما كنسوى حتى شي حاجه في القبيله. علاش؟ بان انا ذاك الشرف ديالي باش يمشي راسي مهزوز حضر لي الراس قدام الناس وقدام الساكنه. احنا اليوم في هذه القافله التضامنيه مع الاخت احنا غادي نناشدوا الجهات المختصه، غنناشدوا رئيس النيابه العامه والمجلس الاعلى للسلطه القضائيه والديوان الملكي، احنا جميع الابواب
غادي نراسلوا لها. هاد الناس مشاو وداروا الشكايه من بعد ما صدقاش الخطوبه وما صدقاش الروينه وتحكم هاد السيد. تحكم بسنتين حبسا نافذه وهو في حال صراح، دوز التحقيق في حال صراح، دوز المحاكمه الابتدائيه والاستئنافيه في حال صراح، اليوم الملف راه في النقد وهو في حال صراح. حنا اليوم كناجلوا الناس للاختصاص، السلطة القضائية، رئيس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، باش يكون واحد التدخل عاجل، واحد التدخل عاجل اللي يعتق باش يعتقوا هاد الملف ديال ديك السيدة اللي راه في النقد. وكيقول لهم انا كيجي عندها كيقول لها انا اي حاجة ما كانش اللي غيحكم عليا، ما كانش اللي غادي يديني، ما كان اللي يدير لي والو. حنا اليوم هنا كنشوفوا شكون هاد الجهة اللي كتحمي هاد السيد هذا. حنا واحد علامة الاستفهام اونتر بارونتيز، شكون هاد الجهة اللي هي كتحمي هاد السيد هذا؟ وهذا مغتصب، فين فيه حقوق المرأة؟ فين حقوق الطفل؟ ما تقيش ولدي، ما تقيش بنتي. جميع حنا كنناجدوا جميع الجمعيات اللي هما عندها صلة في التدخل ديالهم، مرحبا بهم، نتعاونوا كاملين والصوت ديالنا بغينا يوصل. وهاد السيدة وحنا كلنا رشيدة، كلنا رشيدة، كلنا رشيدة، وحنا اليوم حنا غادي لهاد القافلة المنزل ديالها. وتحيه نضاليه لجميع المناضلين اللي حاضره معنا فروع جهه فاس مكناس والرباط صلاه القنيطره، وكتشكروهم على الحضور المكثف ديالهم، بان كتشوف اليوم هذا الجو هذا كي داير، وحنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا كينزل هذا الغيط. وكنقولوا للاخوان تحيه نضاليه، تحيه نضاليه مجدده لجميع المناضلين والمناضلات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ مرحبا اخي. يعني من بعد التفاعل وبعد يعني شفنا يعني الحمد لله كانت واحد 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 الرجه من بعد اللايف اللي درناه، وبعد يعني مجموعه ديال الفيديوهات اللي دارت. اليوم كاينه وقفه تضامنيه اليوم، يعني خيره ابناء هذا الوطن هم حاضرين، نصره للطفوله، نصره لهذيك البنيه اللي اليوم هادو كلهم ابائها وامهاتها، كل يعني رشيده ما بقاتش بوحدها. لا شوف، اليوم شعارنا واحد هو كلنا رشيده. اليوم رشيدة إخوان. اليوم إخوان. رشيدة تتعرض لأبشع الجرائم ديال الطفولة. اليوم رشيدة في شخص كل الطفولة المغربية وكل القاصرات المغربيات، اليوم رشيدة في شخص كل النساء المغربيات. رشيدة تعرضت لأبشع الجرائم، الاغتصاب، هتك العرض، الاحتجاز، العنف، الحرمان من الدراسة، جميع أنواع ديال الجرائم اللي يمكن الإنسان يتخيلها أنها اليوم تعرضت لها رشيدة. ولكن العجاب العجاب هو أن هذا المجرم، هذا الوحش، تمت معاقبته بسنتين حبسا نافذا، ولكن العين الرماد على الأعين. سنتان حبسا نافذا، ولكن المجرم راه يتمتع بحريته الكاملة. اليوم نطالب بإعادة تكييف هذه الجريمة، لأنها جريمة جناية. هذه جناية لا يعقل. احنا ما ندخلوش طبعا في الاختصاصات ديال السلطات القضائية، ولكن مناشدة من هذا المنبر إلى السلطات القضائية من أجل إعادة النظر في هذه القضية، من أجل إعادة النظر في تكييف هذا الملف. لماذا؟ لأن هذه جناية، جناية ارتكبت بالليل، فيها الاحتجاز، فيها الاغتصاب، فيها هتك العرض، فيها جميع أنواع ديال الجرائم. فعلا فعلا. إذا وكذلك يعني استغلال النفوذ على أساس أن السيد تيقول بأن هذه المنطقة هذه كلها ديالو، ما كاينش اللي يقدر يدير له شي حاجة. ما يمكنش هذا الباربو، هذا صعصع ديال المنطقة، ما يمكنش شي واحد يدير له شي حاجة. يعني يصول ويجوب شمالا وجنوبا تيدير اللي يبغى. فتحية من هذا المنبر لهذ المناضلين الشرفاء، ومن خلالهم إلى كل المناضلين على الصعيد الوطني. تحية لكل المغاربة. اليوم نداء للمغاربة كاملين
نداء لجميع المغاربة والمغربيات اليوم تنقول لهم في المغرب المنسي في إحدى القرى النائية اللي ربما كان تيقول هذا المجرم راه ما غايستقلو الخبر حد وما غايجيلو حد وما غايستقلو حتى شي واحد اليوم الخبر. اليوم بفضل قناة ديال شوف تيفي بفضل المناضلين الشرفاء الصوت ديال رشيدة سوف يصل إلى ماشي فقط على الصعيد الوطني ولكن سوف يصبح فضيحة دولية إن لم يتم الأخذ والضرب بقوة على هذا المجرم. تحية لكل المناضلين وباسم كل نساء العالم وكل نساء المغربيات أعطي الكلمة لهذه الشريفة هذه. نعم. تفضلي سيدتي مرحبا بك. وانت اليوم كحقوقية ومناضلة غنسولوك اليوم انت كأم كأم اللي سمعتي هذه المفاجعة وسمعتي هذه الواقعة كيفاش كي كان رد الفعل ديالك؟ والسلام عليكم وبعدا بمناسبة عيد المرأة اليوم كنوجه لك أعلى تحية. شكرا شكرا عيدكم ديما عندنا. شكرا شكرا بمناسبة عيد المرأة اليوم حنا جينا تنساندوها الطفلة هذه رشيدة بمثابة الأبناء. حتى حنا راه عندنا بناتنا عندنا ولادنا حتى حنا ما باغينش بناتنا يتأذوا ما تنبغيوش ولادنا يتأذوا. هاد البنت ما بغيناش لها مسكينة هاد الاغتصاب اللي تعرضت له وهاد الشيء ديال الهمجي اللي تعرضت له من هاد السيد ومن هاد العائلة ديالو. اليوم راه حنا كنكرو هاد الفعل اللي دار هاد السيد هذا. راه ما يمكنش واحد الطفل عندها 13 عام تعرض للاغتصاب وتعرض للعنف والقضاء ما كياخذش الحكم ديالو. حنا تنتمناو من القضاء باش ياخذ يعاود المجرى ديالو في هذه القضيه هذه. راه هذا الحكم راه ماشي صالح بالنسبه لهذا السيد باش يغتصب البنت 13 سنه ويحكموا عليه بسنتين. وبصراحه مؤقت راه لا يعقل. حنا راه حنا في دوله القانون دوله الحق ودوله الديمقراطيه. من هذا المنبر هذا بصفتنا حنا كجمعيه حقوقيه كنتمناو من الجمعيات الاخرين حتى هما يشوفوا بعين الاعتبار هاد البنت هذه اللي تكرفصت وتعرضت لهاد الاغتصاب ولهاد الحاله النفسيه اللي وصلت ليها هي وعائلتها. هاد الناس راه قالك ما تينعسوا مساكن لا ليل لا نهار راه في واحد الحاله لا يرتى لها. واليوم ان شاء الله احنا كمناضلين جينا ان شاء الله اليوم غنوقفوا معاهم وكنتمناو هاد الصوت ديالنا يوصل للعالم ماشي غير بالنسبه لنا المغرب ولا كنتمناو من محمد السادس يشوف الله ينصره ويخليه لينا باش يشوف بعين الاعتبار لهاد البنت هادي ونوضوا الناس يتحركوا وطن الجمعيات فين الجمعيات ديال ما تقيش ولدي ما تقيش بنتي. حنا كنتمناو من هاد المنبر هذا حتى هما يجيو ويوقفوا معانا ويوقفوا مع هاد البنت هادي. راه ماشي غير هي راه كاينين الالاف ديال البنات اللي كيتعرضوا للاغتصاب وديال الابناء. راه حنا هذه الظاهره راه ولات عرفتي راه في المغرب نتصدوا ليها كاملين. راه خصنا نتصدوا ليها كاملين وخصنا كلنا نوقفوا يد وحده وخصنا نكونوا متحدين باش هذه الظاهره هذه ان شاء الله بجهد الله تحيد هذه الظاهره هذه. شكرا لك لاله. لا شكرا على واجب. القافله تكمل المسير ديالها مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي هو على المباشر كما كتابعوا معنا اليوم عدد كبير ديال السيارات اللي حاضره في هذه القافله اللي جات بالسيارات ديالها نساء ورجال من عدد من مدن المملكه التابعه لجهه فاس مكناس هنا ممثله فاس ومولا يعقوب وعدد من الفروع اللي حاضره مشاهدينا ولسان حالهم الكل كاتب كلنا رشيده. كنتمنى كل شيء بارطاجي هذا البث المباشر باش توصل هذه الرساله ديال كلنا رشيده. فهاد الناس رغم الظروف المناخيه اللي يعني كاين رياح قويه كاين امطار الخير اللي كنتمناو ان شاء الله لكن ما منعاتش المناضلين المشاهدين وما منعاتش هاد الناس هادو قبل من النضال الانسانيه ديالهم اللي حركاتهم ما منعاتهمش من عدم الحضور مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي باش يوصلوا الرساله ويجيو ويدعموا كما كنقولوا ويسخنوا كتاف ديال هاد الاسره اللي اليوم كتقول لك حنا خايفين ان ناخذوا حقنا من هاد الوحش الادمي. نعم مشاهدينا كل الشكر لهاد النساء ولهاد الرجال اللي تحملوا مشاق السفر وحاضرين الان. المسيره غادي تكمل الطريق ديالها ياك السي الزعيم غادي نمشيو دابا ياك. يلا نعم اختي كلنا يلا كل شيء غادي ياخذ السيارات ديالهم وغتنطلق الان المسيره. نعم غادي نمشيو معكم انا غنمشي معكم بالمباشر انا غنكون في الطوموبيله القداميه. يلا يقربوا نعم يلا وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. فصراحه برافو برافو هذا هما هذا هو المجتمع المدني هذه هي الهيئات اللي يعني تراقب تتابع كما كنقولوا داك 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 داك
يلا سير اخويا على بركه الله. نعم غادي نخليكم معنا على المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، مازال في الطريق الى عند رشيده الان، ودائما هو على المباشر. خليكم معنا ما تمشيو فين، غادي الان المسيره انطلقت مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في في اتجاه منزل هذه الطفله رشيده هنا بعين عرمه وسط يعني المنطقه اللي معزوله مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. خليني نزيد قدامنا. رغم يعني وصراحه رغم يعني الاحوال الجويه اللي متقلبه قليلا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، فهذا الشيء ما منعش عدد من الاخوان اللي حاضرين من مختلف المدن، من الرباط، من سلام، من القنيطره، الخميسات، تيفلت، من توجطات، من سبعيون، من مكناس، من فاس، الحاجب، مجموعه مولا يعقوب، مجموعه من المناطق مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. رحنا على المباشر الاخوان الله يجازيكم بخير كما قلنا، فحاضرين هاد الاخوان وتحملوا مشاق السفر وجاو اليوم باش يوصلوا الرساله ويعبروا على هذه الرساله التضامنيه. وهذا كيحيلنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في على الملف ديال الطفله اللي تغتصبات من طرف ثلاثه ديال الوحوش ادميه بمدينه تيفلت، واللي شفنا الحمد لله رده الفعل القضاء المغربي وكيفاش كانت اقصى العقوبات على هاد الجنات هادو اللي اثبت يعني القضاء الحمد لله اثبت مره اخرى يعني الحركيه ديالو والتفاعل ديالو الايجابي مع كل صغيره وكبيره. فمره اخرى مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، وكما وصلنا يعني حسب الحكم اللي قالنا الاب، واللي صراحه واحد الاب اللي كما شفتوا معنا في بث مباشر سابق كيبكي كيبكي لانه كيقول لك انا ما باغي ناخذ حق بنتي وما قادش، لانه هاد الجاني كيقول لي راه والله تنصيفطك للحبس انت وبنتك، وتخايل بنتك مغتصبه وواكله العصا وكيجي يدخل عليها لدار والديها ويعاود يمارس عليها بطرق يعني وحشيه بطرق شاذه، لانه هذا انسان يعني غير سوي، لانه هذا السيد كيمارس على السيده من جميع الجهات يعني بواحد الطريقه همجيه وبالضرب وبالعنف وبالتعنيف. فيعني هذا ما هذا 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 مرض نفسي، هذا كبت جنسي، الله اعلم زعما ما عرفتش شنو التصنيفات اللي ممكن نصنفوه. كنتمنى داوي الاختصاص هما اللي والاساسي والناس ديال علم الاجتماع الله يجازيكم بخير ادخلوا راه الظاهره هذه راه كبرات. كنتمنى الناس ديال علم الاجتماع والناس ديال علم النفس والناس ديال القانون ويخرجوا لنا بشي توليفه قانونيه، لانه راه خاص شي حاجه لهاد الوحوش الادميه، لانه ما يمكنش احنا خدامين كل واحد كينتقل للاشغال ديالو، واحد ماشي لخدمته، كاين اللي يعني مسافر كاع خارج المدينه ومخلي وليداته ومخلي الزوجه ديالو ومخلي وليداته كيقراو، فاش يرجع يلقى وحش ادمي مسالي راسو يعني زعما هادشي ولا كيضر في النفس. وراه لكم في القضايا الرائجه امام الان امام المحاكم وامام يعني لا 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 على القضاء راه لكم واسع النظر في هذا الباب هذا. اذا اليوم فاحنا كمغاربه كمجتمع ضروري ومن ولا اللازم اننا نتصداو لهذه الظاهره، لانه الجانب يعني كنكررها المقاربه الامنيه والزجريه في هذا الباب راه يعني هي حل، هي 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 من بين اولوياته، هي يعني تقريبا واحد 70% ولا 80%، ولكن واحد 20% راه كيبقى فيها الجانب التحسيسي والتوعوي كما كنشوفوا الان دول اوروبيه اللي اعتمدت مجموعه من التقنيات في التواصل وفي التوعيه وفي التحسيس باش انهم لانه الان خاصنا نخدموا على هاد الوليدات، يعني هاد الوليد خاصنا نوعيه وخاصنا نجنبوه هاد المسائل اللي ممكن انها تضر بالطفوله ديالو مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. فكما قلت لكم وعلى المباشر مسيره بالسيارات الان في اتجاه منزل الشابة مشاهدينا او منزل هذه الطفلة
الطفلة التي لا زالت قاصر رشيدة. فكنتمنى أن الكل يكتب في التعليق كلنا رشيدة، كلنا رشيدة. مشاهدينا أجي هنايا للجنب، خلي الإخوان يزيدوا قدامنا باش الناس يشوفوا يعني حتى الحضور. سير يلا سير سير سير. فكما تابعتم معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، من خلال تصريح الوالد هذه الطفلة اللي أكد على أنه يعني تصريحات اللي صادمة وصادمة وبكل عفوية مشاهدينا، واللي يعني كتضر في النفس، يعني كتسمع واحد الكلام اللي غريب أن نسمعوه في هذه الوقيتة وفي هذا الزمان، ديال أنه إنسان كيقول لك أنا ما قادش ندوي وما قاد نقول ليه والو وصافي غيبعد غا مني أنا، غير يخليني أنا سيدي ما نتابعو ما والو. تخيل واحد الإنسان اللي ولا كيقول لك صافي أنا عيز أنا خايف منه، أنا قلت لك ما أنا تابعتو ودابا راني متابعو وخايف، وها أنا تابعتو أشنو وقع ليه؟ قال لك راه هادشي علاش ما كنتش باغي نتابعو النهار الأول، يعني لأنني خايف من أنه كيهددني كيقول لي غنديك للحبس. كيقول لك غادي في اي لحظه السيد مسكين كيقول لك بحال هكا، كيقول لك صحيح قال لك صحيح، يقدر يدخل عليا ويكرفسني انا ومرتي. وتخيل واش يولي راجل يا عباد الله. نعم اي تعيس عدي. الان غادي ندخلوا لهاد المنطقه الجميله، وكما كتشوفوا معنا هاد المنطقه اللي عطاها الله يعني من خيراته، يعني هاد الوادي وادي هنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، شوفوا الخيرات اللي عطى الله لهذه المنطقة، شوفوا الخيرات اللي عطى الله لهذه المنطقة هذه. وقف 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 باش نوريو الناس يشوفوا معنا هذا. نعم مشاهدينا خليكم معنا، هذه هي المنطقة اللي كتعيش فيها اللي كتعيش فيها رشيدة. فاحنا غادي نحاولوا نقربوكم. فهاد الوادي هنا يوجد المنزل، ها هي القافلة أمامنا المشاهدين المتابعين قناة شوف تيفي، دائما وعلى المباشر. إخوان مازال مكملين المسيرة ديالهم الآن وعلى المباشر، كلنا رشيدة كلنا رشيدة، هذا هو الشعار، كلنا رشيدة هذا هو شعار هذه القافلة التضامنية، واللي طبعا بتنسيق مع رجال السلطات المحلية وكذلك سرية الدرك الملكي هنا بعين عرمة، واللي مشكورين على التواصل ديالهم وعلى كذلك انهم مازالين معنا وحاضرين معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مشكورين. كما قلنا هذا هو الوادي اللي وقعت فيه هذه لجماليته والخير اللي اعطى الله في هذه المنطقة العزيزة والغالية. كما كتشاهدوا معنا في هذه المنطقة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، راه المنزل ديال رشيدة معزول بوحده تقريبا ما بين اقرب خيمه ليه خاصو ليها تقريبا كما قال الاب ديالها واحد كيلومتر باش يوصلوا عنده. فالان هذا السيد كما قلنا عايش رعب حقيقي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، لكن والحمد لله بعد لايف شوف تيفي كان تواصل ديال السيد السيد يعني القائد ديال السريه ديال واد عرمه وعدد من المسؤولين على مستوى الدرك الملكي ولا على مستوى القياده على السلطات المحليه اللي تواصلوا اللي نسقوا مع لا مع الاخوان ديال الجمعيه الوطنيه، ولا نسقوا معنا كذلك شخصيه لمعرفه الامور شنو واقع وكذلك يكونوا جنب هذه الاسره في هذه المحنه. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هنا هذا الوادي هنا فين وقعت الجريمه، هنا فين تغتصبت رشيده، هنا فين تخطفت الطفوله وتغتصبت الطفوله ديال رشيده مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. جمالية المكان والطبيعة اللي اعطى الله لهذه المنطقة يعني سبحان الله العظيم، جنة الله على أرضه هنا بهذا الوادي اللي وادي الركل المعروف مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. هنا امتداد ديال هنا راه هذا امتداد لمنطقة رأس عين جري ومجموعة من المناطق العزيزة والغالية، واللي التراب اللي خرجوا منه رجال وخرجوا منه مقاومين وكفاءات وطنية هنا. للأسف هذا الوحش الآدمي خسر الصورة ديال هاد الجمالية اللي عطى الله لهذه المنطقة والبراءة اللي عطى الله لهذه المنطقة هذه. غادي نكملوا المسيرة ديالنا رفقة هاد المسيرة مشاهدينا، وهاد القافلة اللي الآن اللي كتقودها الجمعية الوطنية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب بفروعها اللي حاضرة من مجموعة من مدن المملكة، وتنطلق هذه قوة الرياح كاين البرد كاين البرد كاين البرد
سير 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 سير. نعم مشاهدينا، غدا باقى المسيره غدا تكمل وغادي نكملوا مع الاخوان انواع. كلنا رشيدة، هذا لسان حال رشيدة بنت الشعب، رشيدة طفلة من أطفال المغرب العميق. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، رشيدة تحرمات من الدراسة ديالها بسبب هذه الواقعة. 13 سنة، طفلة من مواليد 2007 والمعتدي من مواليد 1980. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، ولكم واسع النظر يعني في فرق السن، و تقريبا كنتكلموا على يعني راه انسان ديال الربعيني في مواجهه طفله اللي مازال طفله، مكانها الحقيقي هو الفصول الدراسيه. اذا اليوم حمايه رشيده هي حمايه لكل اطفال المغرب مشاهدينا، ولكل طفلات المغرب. شفنا الحمد لله العمل الكبير للان اللي كيدار على مستوى مراجعه مدونه الاسره، وكذلك تجريم تزويج القاصرات، واليوم اصبح واقع يفرض نفسه، لا للتسامح مع هذه المساله، لانها في الاول وفي الاخر جريمه انسانيه. اغتصاب طفله باي مسمى، بمسمى الزواج او بغيره، فهو جريمه انسانيه وجريمه ضد الانسانيه، ويجب المعاقبه عليها والضرب بيد من حديد. كنتمناو ان هذا الاغتصاب ديال الاطفال اننا نسمعوا 100، ما كرهتش انا تعطى 100 عام، ما كرهتش تعطى مؤبد اللي قام باغتصاب طفل او طفله، فراه هو قام جريمه قتل، بمثابة جريمة قتل، لأنه راه فعلا دار جريمة قتل، لأنه قتل لك واحد الإنسان وهو على قيد الحياة، ها هو غادي يعيش معاك ولكن ها هو باقي فيه الروح، ولكن راه ميت من الداخل ديالو. والأكثر من هذا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، أننا كنوجدوا لمجرم في المستقبل القريب، لأنه عقدة الانتقام كتبقى راسخة عند هاد الناس هادو، كما دار ليه غيدير لواحد آخر. إذا الى متى وشنو بغينا حنا نديرو وحنا كمجتمع، واش غادي نبقاو نتساهلوا مع هذا الشيء؟ اذا اليوم خاصنا نوقفوا وقفه يد، يعني ماشي غير توقع واقعه ديال رشيده ديك النهار ديال تيفلت، تمر مرور الكرام صافي الله يعاون، اجوا تشوفوا وراء الجبال شنو واقع، اجوا نطلعوا الجبال ما وراء خنيفره، ما وراء ازلال، ما وراء الارفود ومناطق العميقة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي اللي بعادين على اللي بعاد على الأضواء، اللي مخبين تمايا كيديروا ما باغين، كاين اللي وكاين بعض الآباء والأمهات الله يسمح لهم حتى هما مساهمين في العملية وكبير.